خويا الماء ديال الجواد هذا، الماء الريحه ديال البير، الماء اللي تقطر منه هو هذا. هذه البلاصه فنحطوا الجواد ملي كان كيتقطر الماء ديال البير، الريحه ديال الماء ديال الخز ديال البير باقا هنا. لا اله الا الله. كنا عاديين، هو كيلعب معايا عادي ديما. النهار فين ما دخلت للدار من تما ما بقيتش شفته. وهذه هي البلاصه فين كيجي يجيب الجنباله ديما، كيجو يا صحابو هنا. كان معايا مزيان كلشي هو هذا، ما عمرني زعما ضربته ولا شي حاجه. حنا في الاول قلنا راه عم الدار خاطفو شي واحد، كان نترجى ويرجع للدار. الساعه ما رجعش، يومين ما رجعش، عرفنا بالله. قال لك الوالد بالله مغدور وطايح شي بلاصه، هو راه بعقله ما يقدرش يجي لذاك البير ويطيح فيه ديري. ما مريض ما والو، ما مريض في راسو ما حتى حاجه. تحرقنا في قلوبنا والله، الا غدرونا في خويا شكي بهم الله. غدروه مغدور، هو ما يطيحش بوحدو كاع، اما مضروب بعيد من البير وجاي لايحينو في البير، اما دافعينو في البير صحابو صح، هو ما يقدرش يجيب بوحدو يطيح. خويا ديما مسكين معايا كيلعب معايا، هو الحلم ديالو هو يكون عنده تليفون يلعب معايا، كيلعب فري فاير، يلعب كيمشي معايا كاع يخدم هكا. خويا حنا ما كناش كنتوقعوا بانه هو في البير بعدا. حنا جواد مختفي، كيقولوا مختفي، قلبنا واحد البير خارج على الدوار ما لقيناش. بدنا كنقلبوا، كاين الشتا وكنقلبوا، قلبوا السلطات، جاودوا هبطوا الكراشه. داك البير فيه شي 140 متر تقريبا، قلبوا ما لقاوش والو. قال لنا صافي بارك علينا، مشاو حتى الصباح اللي بيجوا يديروا خدمتهم. فجاو مع الصباح جاو لهاد البير نيشان، جاو ليه نيشان، هبطوا الكراش ديالهم. انا كنطلنيت معاهم، طليت كيبيا جواد كاين، صافي عرفتوا بانه مات. المهم حنا تأزمنا، رجعنا الله ما خلوناش نطلو كاع، رجعنا اللور جبدوه، صافي جبدوه معاه نيد جلبانه باقا في جيبو مسكين، حيت هو جاو هزو جلبانه من هنا ومشاو بها حتى للدوار. يعني الدري مشى للدوار مضروب في الدوار ميت، اما ضاربينو الدراري الصغار قاتلين وهربوا عند والديهم، وجاو هزوه وجاو رموه في البير. لان الدري يكون مرمي كاينه ما كاينش متر تقريبا ما بين الجعبه والبير، كون لاحو رماو دفعوه في البير غيشد، راه غيشد الجعبه، راه ما غاديش غيضرب اما في الجهبه ديالو، المهم غيشد ليديه غيتهرسو. المهم الدري راه ميت قبل، جا مرمي دي هزو بشويه ورماو نيشان في البير، مشى نيشان طاح. الدري مضروب ضربه واحده في راسو، يعني الدري مات مغدور. وخويا حنا كنطالبوا الحق ديال هاد الجواد هذا، خاصو ما يضيعش الحق ديالو، الله يجازيكم بخير. خويا الدري الوحيد اللي كيمشي صاحبو عزيز، عزيز هو صاحبو الوحيد، كيمشي فين غادي يا جواد؟ عاد عزيز. صافي عزيز هو اللي معاه. سولنا عزيز قال لك اودي راه ما شفتوش، انا راه ما ضربتوش ما شفتش. سولنا الدراري الاخرى اللي سولنا كيتهرب، يعني الدري محسوسين، انا شاك في الدراري محسوسين عارفين شنو واقع، ما باغينش، خاص التحقيق، خاص التحقيق، المهم يركزوا مزيان مع التحقيق. الدري ميت في الدوار مغدور مضروب بالحجره، وجا مرامينو في البير، لان الجلابه اللي مرمي بها في البير مسلوته ومحطوطه، وديك الجلابه حنا عارفينها مزيان، دوك الجلابه حنا كنبيعوهم عارفين، وما يمكنش يتسلتوا بحدهم. جلابه لا زيتي الدري بجلابته غيتهز بجلابته، ما غاديش لا تشد، غتشد ديك الجلابه غتشد، ما غاديش تطلق جواد. الدري مرمي بوحدو ميت ومرميه وراه الجلابه باقا واقفه، وكاين واحد الصباط، صباط واحد اللي كاين في الرجل، الصباط لحد الان مازال ما عرفناش فين كاين، البير راه قلبوه ما لقاوش. المهم جواد راه مات مغدور، جواد مات مغدور، راه حنا متالمين بزاف، ضاع علينا الدري جواد، وجواد اعز واحد عندنا في العائله هو جواد. هز جواد، زيرا جواد تخطر جواد، اي حاجه كيديرها جواد. الله يعمر دار، دري زوين نقي وفاهم وواعي مزيان، وشكرا بزاف، الله يجازيكم بخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.